الكبير جدا بازوكا كابتن سيد عبد الرازق. مساء الفل يا كابتن سيد، ازي حضرتك؟ كابتن احمد كل سنه حضرتك طيب. كابتن احمد طيب يا حبيبي، طمني عليك. وكابتنا الكبار اللي عندك كل سنه وهم طيبين، ويجعل عليهم سعيد يا رب، عيد الاضحى المبارك يجعلها ويقعد عليهم باليمن والبركات يا رب. عليك وعلى الاسره يا رب دايما. اتفضل يا كابتن. كابتن نعم، ازاي حضرتك الاول؟ صحتك عامله ايه؟ الحمد لله ابو كباتن، الحمد لله كله كويس. يعني كابتن لازم نتكلم على التاريخ العظيم اللي الاسماعيلي هو اول من قص شريط البطولات الافريقيه، الانجلبير والمتاعب اللي عشتوها. فاكر السيمي فاينال انا امام كتوكو؟ يعني رغم ان انا كان عندي 10 سنين لكن فاكر كويس قوي قوي المصاعب، الانجلبير هناك والتعادل بالعافيه 2-2 والظلم التحكيمي والفوز هنا 3-1، وقبلها كنا بنلعب مع المدينة الليبي وجورماهيا الكيني. يا رب ما تكونش الذاكرة خيناني. مشوار طويل وعرق وجهد النادي الإسماعيلي حتى توج بالبطولة يا كابتن. لا كابتن أحمد، أنت إزاي أنت جايب تاريخ النادي، وأنت كذا مرة تستضيفنا وأنت معاك كل البرامج بتاعت البطولة بتاعتنا. نعم. أنت عارف يا كابتن إحنا لعبنا الدورة دي 4 مباريات 8 فرق. مظبوط مظبوط. فلعبنا بتاع الاتحاد الليبي الاول، الاتحاد الليبي جورماهيا الكيني تقريبا، كوتوكو ثم الانجلبير. ايوه نعم. اول مباراة كسبنا هناك 5 وحضر كان الرئيس معمر القذافي نزل بالطيارة ونزل ملعب وكسبنا 5. المهندس عثمان احمد عثمان نزل شتمنا وازاي الرئيس قاعد وازاي تكتبه كده. لما جم مصر كسبنا 3 بس، نزل شتمنا ازاي تكتبه 3 بس، مش اتقلبت الايه. وبعدين كينيا تعادلنا 1-1 في كينيا وكسبناهم هنا 3-1 تقريبا. نعم نعم. وكوتوكا تعادلنا 2-2 هناك وكسبناه هنا 3-2. مظبوط، ده هنا كان ماتش صعب قوي. والانجلبير تعادلنا 2-2 هناك والحكم كابتن عمل حاجه يعني ما حصلتش، 11 دقيقه زياده عشان يجيبوا جول، خف عشان يكسبوا. نعم. وكان ايام ما فيش احتراف طبعا. الانديه كان كل لعيبه افريقيا كلهم في انديتهم. كان في 11 اللي هم خدوا البطوله، مننا 74. نعم. كان فيهم 11 واحد في المنتخب. نعم. فكسبنا الحمد لله، تعادلنا هناك الحمد لله 2-2. نعم. وكسبنا هنا 3-1. نعم. الفوز بالبطوله دي يا كابتن سيد، وكانت اول بطوله افريقيه تدخل لمصر على مستوى الانديه، اكيد شفتوا مصاعب غير عاديه لحد في النهايه ما وصلتوا لمنصه التتويج، وبعدها بداتوا تلفوا العالم العربي للمجهود الحربي. انا فاكر. نعم يا كابتن. بص يا كابتن. نعم. انا بس ده الجيل طبعا، انا قلت عن حضرتك الكلام ده برضه بكرار. نعم. ثاني مع سيادتك برضه. نعم. احنا كنا بنستحمى في نادي الجزيرة بالخرطوم. بالخرطوم. نعم. كان نعم. حسن مختار الله يرحمه بيحمينا 1-1. ايوه ايوه. لغايه لما نادي الزمالك مشهور يمسك الخرطوم. ده حقيقي. بيحمينا 1-1. كابتن حسن حكي لي طبعا. لما نادي الزمالك طبعا مشهور، استضافنا عنده ادانا ملاعبه. نعم. وادانا الاوض بتاعته. ايوه. خدت بالك، وادانا ملاعبه والاوض بتاعته. بعدين جه المهندس احمد عثمان راح عمل لنا مبنى في نادي الجزيرة. مظبوط. بقينا بقى عندنا مبنى. نمنا رحنا يوم الماتش النهائي ده بتاع الانجليزيرا كابتن، احنا كنا نايمين في استاد القاهره. كنا نايمين في استاد القاهره، صحينا الصبح. رحنا نفطر في الجنينه اللي في مصر دي، ما اعرفش لو اتكلمت قلت اسمها ممكن يبقى عادي. اتفضل يا كابتن. الميرلان. واتغدينا هناك، واحنا راجعين رجعنا الساعه 12، اتغدينا 11:30، رجعنا الساعه 12. دخلنا الملعب الساعه 1. من الجمهور. من الجمهور. فدخلنا الاوضه طبعا، قالت المحاضره طبعا ومين اللي هيلعب. وبعدين نطينا من الشباك. يا نهار ابيض. نزلنا الملعب لانه الامن كان مالي الطرق بتاعت الاستاد. مفيش مكان، ما تقدرش حتى تخطي. اي انسان. نعم. يعني ناس فوق بعض زي الناس ما يكونوا يوم الحج بالظبط. نعم. نطينا من الشباك، سقفونا كان زكي الله يرحمه اللي بتاع العلاج الطبيعي زكي سالم. فباقي شوط ما نزل تحت، باقي شوط ما 1-1. نعم. لغايه لما دخلونا الاستاد. في الطايمه كابتن احمد قعدتوا في الملعب؟ ما دخلناش اوضه الليل، قعدتوا في الملعب. نعم نعم. وغيرنا ملابسنا في الملعب. فالرحله دي الاسماعيلي شاف الويل ليه؟ لانه كابتن ما فيش طيران دايركت. كنا نروح، انا هقول لك، انا نمت على الرصيف
في مطار القاهره. يا نهار ابيض. الطياره الساعه 12 بالليل قالوا لنا لا ده في تاخير، الطياره واحده بالليل. فنمنا في المطار، بعدين كنت تروح تقعد ترانزيت في اي مطار بال 12 ساعه و 13 ساعه. ما كانش الطيران مباح زي دلوقتي، وكان ممكن تسافر في يومين وعن طريق الدول العربيه وعن طريق اوروبا، يعني ما كانش مباح لينا. كانش سهل. فشفنا الويل فيها كابتن الحمد لله. جهدكم وعرقكم واصراركم هو السبب في الفوز بهذه البطوله. ومصر كلها كابتن. نعم. احنا برضو مش احنا لوحدنا، مصر طبعا، جماهير. نعم. مصر، جماهير كل انديه مصر كانت معانا. نعم. ما كانش في اسماعيلي بس، كان مصر. نعم. كنا انت عارف كنا خارجين من 67 من الحرب. مظبوط. كنا بنتنشى على اي فوز. نعم. فالحمد لله ربنا كرمنا وكان مكسب للمصر، كل انديه كانوا بيساعدونا. بعد كده الرحله الثانيه بقى استضفنا بقى لعيبه من الزمالك والاهلي. نعم. حد اسكندريه والتركانة. كان معاكم طه بصري، شحته الاسكندراني، هاني مصطفى. بس عشان الناس يعرفوا كابتن احمد. ايوه احنا كان معانا هاني مصطفى من نادي الاهلي. كان معانا في رحله من رحله افريقيا. وكان طه بصري. لا ده طه بتاع بصري، وبعد كده شوقي الله يرحمه. وبعد كده خدنا شحطه اسكندريه. أيوة. وخدنا الشيخ طه اسماعيل كان معانا. أيوة. في رحله البطوله العربيه. ايوه الشيخ طه اسماعيل النادي الاهلي. نعم نعم. وبعدين كان معانا بتاع اسكندريه، وكان معانا من الترسانه راح معانا مصطفى رياض. مصطفى رياض وابو العز. وابو العز. نعم فاكر. كانت مجموعه كلها واسكندريه. طبعا اقول شحطه اسكندريه وبوكو. والكيلاني كان معانا. كنت منتخب مصر يا كابتن، انتوا كنتوا منتخب مصر. منتخب مصر كانت فعلا. بس نعم. احنا اللي سوء البخت. ما خدناش البطوله غير بلعبه الاسماعيلي. نعم صحيح. سنه دي ما يعني البطوله، يعني المفروض كان معانا المجموعه دي ناخد البطوله. خسرت من كتوكو. خسرنا من في السيمي فاينل. خسرنا من كتوكو. خرجنا في السيمي فاينل، لانه زي ما قلت لك كابتن. نعم. دي كان احسن مجموعه بتلعب كوره زي. نعم. مجموعتكم. نعم. بتاعه 90 كاس العالم. كاس العالم صحيح. انتوا كنتوا احسن مجموعه وكنتوا. نعم. بتلعبوا احسن مجموعه. يعني كابتن سيد عبد الرازق معايا بقاله ساعه على التليفون وعنده جونين في انجلبير، ما نجيب له الجونين يا انت متالق النهارده يا نصر، هات الجونين يا نصر بتوع الكابتن سيد عبد الرازق. اتفضل يا كابتن. لا والله كابتن شوبير انت عارف انا ما بجاملش والله. انت صاحب فضل كابتن شوبير. ده انت اللي انا بشكرك وعليا انا بالذات. اعوذ بالله. انت بتجيب لي كل حاجه، بتستضيفني وكل شويه بتظهرنا كده شويه كابتن. ده انت تنور الدنيا. معاك مين طبعا؟ واحد فرود، وعندك باك طبعا ابويا الله يرحمه كان الكابتن بتاعي طبعا. خدت بالك؟ كنت احكي لك حكايه صغيره بس عشان الشام يعرف. كنا في السودان. كان كابتن عبد الصالح الوحش. نعم. كان معاه الصباغ من اتحاد اسكندريه. وقال لك ما كنتش كان زمان ما يقولوش الفرق غير يومها يوم. أيوه. أيوه. الماتش. فعملوا تراي ماتش، كنا 22 لعيب. كان درجه الحراره بالليل يا كابتن شوبير مش يعني 50 يبقى قليل في السودان. يا نهار ابيض. يا نهار ابيض. والله. فطبعا كله على الاخر. فانا بقى عاوز اجري بس رميت كره من ورا الكابتن يكن. فعديته فراح ضارب رجليا فوقعت. فالكابتن حلمي الله يرحمه عشان تبقى عارف حلمي زموره نادي. أيوة. الزمالك. ايوه طبعا. كابتن حسين، كابتن يكن حسين كابتن نادي الزمالك. ايوه. فقال لك يسافر خلاص بقى. كلنا قلنا له يسافر ده كابتننا وده ازاي مش عارف. وانا اللي رحت. حضنت يكن وبوست وخدت بالك. يعني كنا كلنا كابتن اكتر من اسره واحده كلنا. طبعا طبعا. نورتنا يا كابتن سيد وبشكرك ودايما منورنا ومشرفنا. ودينا الجنين بتوع الكابتن سيد عبد الرازق. اشكرك يا حبيبي كتر الف مليون خيرك. خلينا